بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة وصفات مودي. النهاردة جيت لكم بحلقة جبارة جدا، وصفة فعالة جدا، محتاجة بس انكم تجربوها ان شاء الله. معايا في وصفة النهاردة ماسك هايل جدا وفعال جدا ومضمون نتيجته بنسبة 100% لتفتيح البشرة، يعني 100% 100 درجة. تمام، معايا في ماسك النهارده مكونات جميله جدا وطبيعيه وكمان مفيده وملهمه للبشره جدا جدا. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. دلوقتي هجهز معاكم الوصفه واقول لكم تستخدموها ازاي، وكمان هقول لكم على المكونات. اول حاجه معايا ليمونه، معايا معلقه من العسل، معايا لبن نيدو. انا حبيت ان هو يكون، انا فضلت يعني ان هو يكون لبن بودر، لان انا عندي عسل وعندي ليمون، الاثنين هيدوبوا اللبن البودر. لكن لو كنت حطيت لبن من العادي كان هيبقى هو لبن يعني يعتبر سائل، واحط عليه سائل وسائل مش هتبقى عجينه متماسكه زي ما انا في مخيلتي او انا عايزاها. تمام، لكن لو مش متوفر عندك لبن النيدو مفيش اي مشكله ان انت تستخدمي لبن عادي، بس مش هنحط كميه كبيره. تمام، انا مجهزه اهو العسل، هقطع الليمونه، وكمان عشان ما اطولش عليكم مجهزه اللبن اهو. تمام، وصفة جميلة جدا وفعالة جدا جدا ونتيجتها مضمونة بجد عن تجربة. تمام، اهو قطعت الليمونة هعصرها بالشكل ده كده، اهو. تمام، وبعد كده هبدأ أقلبهم. تمام، بعد ما هقلبهم هحط عليهم معلقة العسل، بس هقلبهم الأول أهو. وبعد ما أخلص هتشوفوا إن أنا كان عندي حق إن أنا استخدمت لبن بودر أهو. لو كنت استخدمت لبن من العادي مع الليمون مكانتش هتبقى عجينة وتماسكة كده. تمام، بعد كده يا قمر حطي عليهم معلقه العسل. ناس هتقولي طب انت اشمعنى المكونات دي اللي مختاراها او ايه، يعني ايه مصدر الوصفه؟ انا حبيت الوصفه دي في حاجه، العسل مفيد جدا وبيرطب وبيغذي البشره وكمان بيحوش الجلد الميت، بيحوش الجلد الميت بنسبه كبيره جدا، وبيغذي البشرة وبيحوش منها الشوائب، يعني مفيد جدا. وكمان الليمون يعني عشان هو حامض شوية بنستخدمه ان هو بيحوش، يعني زي ما نقول كده مش يعني بيحوش الحاجات اللي مش نظيفة في البشرة، يعني مش عايزين نقول حاجة يعني مش لطيفة، بس هو يعني ايه بيحوش الحاجات اللي مش نظيفة في البشرة. تمام، بينظف البشرة جدا وبيحوش اي حاجة متسخة فيها. وكمان اللبن طبعا مرطب اهي، قلبتها. انا حبيت ان هي كده اهي متماسكة مع نفسها شوية اهي كده، بقى تقدري تستخدميها، مش هتبقى سايلة زي ما كانت هتبقى سايلة مع اللبن العادي اهي كده. بعد كده يا قمر هتاخدي منها وتحطي على وشك وهتسيبيها لمدة 10 دقايق بس قبل ما تستخدميها. طبعا هتغسلي وشك كويس جدا جدا بالمية، مش عايزين نستخدم صابون. تمام، لان هو الصابون على قد ما هو جميل ويعني بينظف البشرة، لكن يعني في ناس بشرتها مش بتستحمل الصابون او بشرتها حساسه، الصابون بيسبب جفاف بيسبب تلف في البشره، فاحنا مش عايزين نستخدم صابون. اغسليه وشك كذا مره كويس جدا جدا بالميه، يا ريت تكون ميه دافيه، لا هي ساقعه ولا هي سخنه. تمام، او ميه وغسول.
تمام. ممكن تغسلي وشك بالغسول الاول وبعد كده تغسلي بالميه، مفيش اي مشكله. اهم حاجه نبتعد عن الصابون شويه. بعد كده تحطي الوصفه وتسيبيها على وشك لمده 10 دقائق، وبعد كده هتغسلي وشك بميه عادي ساقعه او دافيه، وبعد كده لمده اسبوع. بعد اسبوع ان شاء الله تبداي تشوفي النتيجه. ودلوقتي تكون خلصت وصفتي، وصلت لنهايه فيديو النهارده. لو عجبكم عايزاكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. متنسوش تحطوا لايك على الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد والكل يستفاد. متنسوش تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي رايكم وايه اخبار الوصفه، عجبتكم ولا لا. استنى رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.